مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت نهيلة. الأخت نهيلة مشكل ديال مافيا العقار. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع وللتذكير فقط، القصة اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوها، قصة باب دارنا، أسباب ومسببات هاد الاختلاسات، أطراف موضوع النقاش في السجن، الناس المغاربة بشكل كبير مشات لهم فلوس كثيرة، فئة اللي في المغرب وفئة اللي خارج المغرب، وكذلك انتكاسة اللي وقع في الملف اللي كاين اللي توفى، كاين اللي حماق، كل واحد المعاناة ديالو. الملف الآن لا زال بيد القضاء، والقضاء وصاحب القرار في الأخير عما قريب غتصدر الأحكام في هذا الملف. ما علاقة ملف باب دارنا بهذا الملف؟ شيئا ما يتقارب يتشابه في الإشكاليات اللي كتطرح للمغاربة. نهيلة شابة طموحة، قلبات في الدار البيضاء في شركة، لقات بأنه عندهم سكن اقتصادي، بدأت الإجراءات ديالهم التي هي موضوع النقاش. أول حاجة بدأوا بها هو واحد المبلغ أنوار، عطات المبلغ من موراها، عطات مبلغ ديال 4 مليون، دازت مدة، وهذيك هي المفاجأة. تبعوا معايا. نهيلة، مشيتي باش تشري سكن اقتصادي او ما يسمى بقبر الحياة، بغيتي انتي وداركم ولا هذا الشيء يخصك. كيفاش بديتي هاد الاجراءات وشنو لقيتي وشنو وقع الان؟ سلام. بعدا انا اول نهار مشيت انا وماما كنقلبوا على شي دار قبر الحياة، مشينا لواحد البيرو، دخلنا سولنا، شفنا كانوا الديور باقيين ما تباعوش. اول حاجه ملي بغينا نغيزيرفيو قالك 2000 درهم اونوار. واش ما تباعوش ولا ما تبناوش؟ لا، كانوا باقيين ما تبناوش. قالك اول حاجه 2000 درهم اونوار ديال الغيزيرفاسيون، ومن بعد 72 ساعه عباش تفيرسي ليهم في الكونت ديالهم. عطيناه 2000 درهم اونوار، من بعد 3 ايام فيرسيت ليهم 4 المليون. ملي فيرسيت لهم 4 المليون قالك سير تنعيطوا لك. ماذا بيا كنشوفهم بانهم ما عيطوش. مي مشيت باش نسول على حساب النوطير، وهي تقول لي اختي سمحي لي دارك تباعت، وانا ما درت لا انيولاسيون ولا والو. ملي قلت لها كيفاش تباعت قالت لي ما عندي ما ندير. قلت لها اختي فين كاين عندكم الشركه الكبيره ولا اي حاجه؟ وهي تقول لي ها هو الرقم ديالهم. ما عطاتنيش لادريس فين كاين، عطاتني الرقم. عيطت على الرقم، جاوبتني واحد الدريه، قلت لها السلام معك الدري، عطيتها سميتي وكنيتي. وهي تقول لي السميه ديالك ما بقاتش عندنا في السيستيم. قلت لها علاش؟ وهي تقول لي دارك تباعت. قلت لها علاش تباعت؟ قلت لي عندك انيولاسيون صافي وبعناها لك. قلت لها اختي ولكن راه ما تبلغش بحتى شي حاجه باش تبيعوها. وهي تقول لي بحال هكا ما عندي ما ندير لك، دارك تباعت، وبالنسبه الى بغيتي فلوسك غيحيدوا لك 2.5 مليون وعابش يعطوك 1.5 مليون ديالك. يعني 2.5 مليون من القيمه الاجماليه ديال الدار اللي هي 25 مليون. 10% من جوج من 25 مليون، ماشي من المونطون اللي عاطياهم، لا، من القيمه ديال الدار. سؤال، علاش باعوها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الديور ان تبناو؟ الديور دابا تبناو وبداو كيتسكنوا. وثاني حاجه، علاش الدار تباعت؟ حيت الدار جات في الموقع ديالها زوين، جات دار سفليه وكبيره، وتجي من الاحسن تجي لي بروجي حسن من السكنه. على قبل هذا الشيء باعوها، تباعت اونوار ودخلوا فيها ايادي خفيه وتعطوا فيها فلوس اونوار باش خداوها. انت ملي مشيتي لتما ما تلاقيتيش بناس تاهما ضحايا هذا الوضع؟ لا، لقيني الناس بزاف اللي ضحايا ديال هذا الوضع هادو، ومنين كيدويو معاهم كيقول لهم سيروا ديروا محامي، وحنا راه عندنا محامي ديالنا وما عندكم ما تصور. انت الان ملي مشيتي لعندهم باقيين حالين المكتب، باقيين خدامين عادي؟ باقي المكتب محلول عادي، واي واحد كيمشي على قبل الحق ديالو كيقولوا ليه دارك تباعت. كيقولوا لهم، كيقول لهم علاش خويا داري تباعت؟ كيقول لنا ما عندنا ما نديروا لك، المحامي ديالنا باع لك الدار فوق منك، بغيتي شي حاجه سيري تبعي القانون. نجي الان لا دار لا فلوس، والوراق في سميتك، ورقه السيستم ها هي، الشيك باش خلصتي كاين، الروسي اللي سلبت الشركه هو قدامي، انت الدار ما كايناش والفلوس ما كايناش. دابا عندي غير الدار في الاحلام، غير كنتخيلها. عندي لادريس ديالها، ريد شوسي، النمره ديال الموبل، النمره ديال الجروب، عندي كل شيء، ولكن في الواقع ما عندي والو، عندي غير هاد الوراق هادو. ملي شريتي ما عطوكش الورقه اللي فيها العقد، العقد المبدئي؟ لا، ما كومبرومي دو فونت، يعني الوعد بالبيع. لا، ما عطاوش لي، عطاوني غير هاد لي روسي هذا ولادريس ديال الدار، وعندي لي كاشي ديال السوسيتي بسميه ديالهم. مشيتيش انت عند النوطير تا هو تسوليه؟ مشيت عند النوطير وديت ليه الوراق وسولته،
قال لي دخل السيستم قلب، قال لي اختي ما عندي ما ندير لك بحال هكا صافي وخرج، حيت هو بعيد على هاد المشاكل. قال لي هاد المشكل بينك وبين مالي الدار، بينك وبين مالي البروجي، وباقي لها اليومين هذا. كان عيط لها كنقول لها اختي الله يخليك عطيني غير النمره ديال مولشي، يعني مولشي نشوفه هو واش في خبارو هاد المشاكل اللي كثره، واش هو معاهم او لكن ايادي خفيه خدامين معاه في البيرو ديالو ما كيبغيوش. كتقول يا اختي ما عندي ما ندير لك، انا هي الريسبونسابل. هذاك البيع، هذاك البيرو ديال البيع والاداره ديالو ما وراكش فين كاينه؟ لا ما وراونيش الاداره، كيعطوني غير الرقم ديالهم. هذوك الاوراق اللي كتلقاو فين كتلقاي دوك لي زافيش ديالهم وهذا ما ديريش فيها العنوان ديال الشركه فين كاينه؟ عمرني ما رديت ليها البال حيت ما عنديش داك الورقه اللي فيش ديال الديور، ما عنديش، عندي غير هادو، هادو كاملين ما عندي فيهم حتى شي حاجه كدل بين الشركه فين عندها الموقع ديالها. السؤال الاخير اللي عندي معاك، ملي مشيتي لعي المكان والديور تبناو النسبه ديال لي زابارتومون اللي تما، يعني الديور اللي كاين تما كثير، البروجي كبير ولا شويه ولا؟ بروجي ما كبيرش بزاف، غيكون فيه واحد 20 موبل ولا 30 موبل لا غير، ماشي شي بروجي اللي كبير بزاف. والقرار الان ديالك دابا تلفتي ما عرفتي شنو ديري؟ القرار ديالي ماشي تلفت، تحطمت. عرفتي اخويا ملي كتكون باقي الله بديتي كتبغي تقول بسم الله في الحياه وكتبغي دير قبر الحياه ديالك، وشحال انت مقاتله باش تجمعي في الفلوس كتدفعي وكتسني انت يعيطوا لك في هذه المده ديال من نهار دفعت اليومين هذا، باقي كنتقاتل باش نجمع فلوس النوطير باش نجمع فلوس باش نصلح شي حاجه، وفي الاخر ماذا بك يحطموك، ما كيخليش عندك الثقه في اي حاجه، كتحس براسك بحال تحقرتي. هذه هي النقطه الاساسيه، وخاص ملي كدوي معاك تقول ما عندك كيما تصوري منا، حنا شركه عندنا المحامي ديالنا. وفكرتيني قالت لي راك تبلغتي بالورقه ديال العون القضائي، وانا العون القضائي اليومين هذا عمره ما جا عندي للدار. قلت لها اختي نورمالمون العون القضائي منين كيجي كيصور الباب ديال الدار كيلوح لك الورقه تحت من الباب. قالت لي قلت لها اختي انا عندي كاميرا في الدار، عطيني غير النهار اللي جا ونرد لك الكاميرا ونجيب لك التسجيل ديال. اول حاجه خصك توقعي بعدا بانك تسلمتي من عنده، انت جا عندك شي عون تسلمتي شي ورقه سنيتي فيها؟ لا ما جا لا عندي لا انا لا ماما. انت ماما تبلغتي؟ عمرني ما تبلغت بشي حاجه. والان كتخممي شنو غديري في هذا الموضوع؟ كيفاش كتشوفي انت دابا؟ ما عرفت شنو ندير، كاع البيبان كنحس بهم مسدودين في وجهي دابا ديال الخيبه، ما كتلقاي راسك بوحدك تشمتي تحطمتي قري شفروك بهذا المصطلح هذا، وماشي غير انا، بزاف ديال الناس اللي طرا لهم بحال هكا وما قادرينش يدويو على حقهم. صافي كيشوفوا الحق ديالهم مشى كيقول صافي ماشي مشكل، والله ما يردوا لي غير داك المونطو اللي باقي وحيدوا لي جوج المليون ونص. ولكن انت داك جوج المليون ونص دابا راه شحال من عام هو كيجمع فيها كيتقاتل باش يوصل لها، باش يجيو هما ياخذوا الدار وياخذوا لك جوج المليون ونص. ما عطوك حتى شي عقد اللي غاتفقي معاهم على هاد الشروط اللي كيديروا سنيتي فيه؟ ما كاينش. لا بعد النهار الاول انا ما عرفتهاش، حتى قريت الورقه مكتوبه لتحت صغيره صعيب باش تقراها، مكتوبه هنايا بمن الا بغيتي تنازلي انت على الدار ديالك غيحيدوا لك 10% من المونطون ديال الدار الا بغيتي تنازلي. انا ما تنازلتش، والبارح من عيطت ليها قلت لها اختي على المشكل زعما كاينه، انا راني بغيت داري، بتقول لي جي عندي البيرو ونهضروا ونعطيك واحد الوراق قاديهم ديال الانيولاسيون. قلت لها اختي علاش غادي نانيولي؟ وتقول لي لا باش نشوفوا كيف يديروا ويرجعوا لك فلوسك مليون ونص. قلت لها اختي انا ما بغيتش الانيولاسيون، انا بغيت الدار ديالي ما بغيتش الفلوس، حيت هاد 4 المليون كون بغيت انا نخليها عندي، كون بغيت انا الفلوس كنت غنروجها غنخدم بها، ولكن انا ما بغيتش الفلوس، انا بغيت الدار حيت الدار ولا ليا من الفلوس، حيت الفلوس كيمشيو الدار غدا ولا بعد غدا ما عرفتش الوقت شنو كتجيب بنادم يلقى فين يتجمع هو وعائلته. في الاخر ملي كتلقى هاد الصدمه هادي كتلقاي راسك بحال دارت بك الدنيا. شكرا لك لانك وصلتي هذه الرساله لذوي الاختصاص لاتخاذ المتعين اكثر في الموضوع. شكرا لك مشاهدينا الكرام، نتناول الراي العام اكثر في الموضوع. هذه هي القصه ديال نهيله، نهيله شرات في السكن الاقتصادي مجموعه من علامات استفهام في الموضوع. اولا 2000 درهم نوار واش عندها شي اساس قانوني؟ هذا الشق الاول. الشق الثاني عطات تصبيق 4 مليون ما عمرها تبلغات وما خداتش وعد بالبيع، اللي في الحوزه ديالها الان هو ورقه من سيستم فيها الكاش ديال الشركه بانه عطات هذا المبلغ، وعندها كوبيات من الشيك اللي سدداته للشركه في هذا المبلغ. بعد مده كتفاجئ بانه الدار ماشي ديالها لناس اخرين. هذا شق قانوني محض. اسباب ومسببات هذا العقار علامة استفهام مشاهدينا الكرام.
هذه الرسالة لتنوي الرأي العام أكثر حتى لا يقع أي مواطن مغربي يوما ما في المحظور. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية هو المؤسسات ذوي الاختصاص للبحث بنزاهة. نحن لا نوجه التهام لأي أحد، ولكن ما يهمنا هو إيصال هذه الرسائل عفوا لذوي الاختصاص من أجل اتخاذ المتعين حتى لا يتفاقم الوضع. اليوم بنت نهيلة ما عرفنا شكون اللي غادي يبان في الموضوع. الناس عطات فلوسها، من بعد كتلقى دار سميت ناس اخرين علامة استفهام. نحن راه الإشارة للتوضيح بهذه الوثائق لذوي الاختصاص، وهذا هو دور بطبيعة الحال النيابة العامة للبحث بدقة في هذا الموضوع حتى لا يتفاقم الوضع أكثر. شابة لها طموح، شرت منزل، حقها حق أي مغربي، هذا قبر الحياة، ولكن بعد سنتين تفاجأ بأمور أخرى أنه ديك الدار ماشي ديالها. الوثائق تقول كلام، والناس اللي خدامين في هذه الشركة لهم رأي آخر. من الطبيعي جدا أننا نتمنى التواصل معنا من أجل تفسير هذا الأمر، كما يبقى الحق للشركة اللي غادي يوصلها هذا الفيديو إذا كان لها رأي آخر. نحن راه الإشارة للتعقيب في الموضوع، مع يبقى الحق للمواطنة اللي نهيلة أن تتبع الخطوات القانونية للوقوف عن مدى حقية ديالها في هذا المنزل، نعم أم لا. خلاصة في الموضوع، لو تم تفعيل مجموعة من الخطوات القانونية في الموضوع ما كانت نهيلة وغيرها لتكون اليوم في هذا الوضع. من يسائل الشركات في العقار بهذه الطريقة اللي كيخدموا بها، هل هي قانونية نعم أم لا؟ بديت النموذج في المقدمة أتكلم عن الملف باب دارنا، هذا نموذج من شركة أخرى، شركة شيئا ما صغيرة ما وصلتش في الحجم ديال باب دارنا. واش هاد السلوكيات قانونية نعم أم لا؟ كل من له صلة اتخاذ المتعين في البحث، وهذا هو دورنا، هو تنوير الرأي العام وإيصال رسائل مهمة لهاد الناس باش ما يكونوش ضحايا العقار. شابة لها طموح، ما خدت فلوسها، ما خدت الدار، إلى متى سوف يستمر هذا الوضع؟ دور الرقابة، دور المسؤولين، المنطقة اللي فيها بطبيعة الحال هذا المشروع شكون اللي يدير عليها الرقابة؟ وهذه المنهجية اللي كتشتغل بها واش هي قانونية نعم أم لا؟ هذا موضوع لذوي الاختصاص، النداء ديالنا اليوم بشكل كبير لاتخاذ المتعين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما هذا الملف.